أهلا بكم دائما في وسط البلد مع هاني البدري على راديو فن ومستمرين معكم. والحديث طبعا طال وطال وطال في موضوع الثلج. في ثلج ولا ما في ثلج؟ شو نوع الثلج؟ شو شكله؟ وين بده ينزل؟ قديش ارتفاعه؟ في عطلة ما بتعرفوا؟ دائما الثلج مرتبط بالعطلة، والعطلة عند النجار، والنجار عند اللي انتوا عارفينها، مرتبطين دائما بأحلام العطل وبهواجس التأخير الدوام بسبب الانجماد اللي بعد الثلج أو قبل الثلج. الحديث عن إشاعات في كل مكان، لكن في نهاية الأمر هناك قراءات علمية تحكي عن ما الذي نتوقع من الثلج القادمة أو الكتلة القطبية زي ما كنا بنحكي خلال اليومين الماضية. طبعا الحديث عن الثلج لا يحلو إلا ب الثلج الأبيض يحلو بصاحب القلب الأبيض، كيف بالله الشعر. أبو الشاكر من دبي، وينك يا رجل؟ أبو الشاكر وينك يا رجل؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تهنا ضعنا، بطلنا عارفين هو وين نروح، شو نلبس. الله يخليك دكتور، شو أخبارك؟ دائما في الخدمة يعني. صباح الخير لك ولجميع الأخوة المستمعين. اهلا محمد الشاكر، وطبعا مع الجهد الطيب لكل فريق عمل وشباب طقس العرب. لكن السؤال الكبير زي ما دائما ببدا معك محمد، في ثلج ولا ما في؟ ان شاء الله في نص ثلج. نص ثلج، هذا افضل وصف يعني. نصية يعني، نصية زي نصية الزيتون. تفضل هات النصية. حقيقة يعني تتأثر المملكة مع نهاية هذا الأسبوع بمنخفض جوي. تأثير هذا المنخفض راح يبدأ يوم الخميس خلال ساعات تقريبا النهار. هناك أمطار متوقعة في أغلب المناطق، بس لاسيما طبعا الشمال والوسط. مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة في عندنا طبعا اشتداد لتأثير هذا المنخفض الجوي، ومن خلال هذا التأثير يعني راح نتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون في عنا أمطار غزيرة ليلة الخميس على الجمعة. نعم. هاي الأمطار الغزيرة ممكن تؤدي تشكل السيول والفيضانات حقيقة في مناطق واسعة من شمال ووسط المملكة، أيضا تزداد سرعة الرياح. عشان نلخص ونحكي شوي شوي، ليلة الخميس على الجمعة أجواء عاصفة وماطرة بشكل عام مع تساقط البرد. الخميس بنهار أجواء ماطرة عموما في المنطقتين الشمالية والوسطى. تحذيرنا ليوم الخميس بشكل عام هو في ساعات الليل من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق لاسيما المنخفضة من شمال ووسط المملكة. نعم. الآن يوم الجمعة طبعا تأثير المنخفض الجوي اللي تكلمت عنه يوم الخميس راح يبلش هذا المنخفض يتحرك نحو الشرق. تندفع خلف هذا المنخفض الجوي كتلة هوائية قطبية باردة، وهي شديدة البرودة حقيقة، يتوقع أن تندفع خلف هذا المنخفض الجوي، وبالتالي يتوقع اعتبارا من ساعات صباح يوم السبت الجمعة. نعم. تساقط الثلوج فوق المناطق اللي بزيد ارتفاعا 1200 متر عن سطح البحر، هي تشمل المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة وقمة في عجلون وجرش. نعم. الآن مع ساعات النهار تقدمنا في ساعات النهار يهبط مستوى تساقط الثلج إلى 1000 متر، وبالتالي المناطق اللي فوق 1000 متر مع ساعات ظهر يوم الجمعة تبدأ باستقبال الثلوج. خلينا نحكي عن هاي المناطق اللي فوق 1000 متر اللي هي طبعا مناطق مرتفعات جرش وعجلون. نعم. راس منيف مثلا، ثغرة عصفور، إضافة إلى المرتفعات العالية من البلقاء. في العاصمة عمان المناطق اللي فوق 1000 متر عم نحكي عن طلال علي، خلدة، سويلح، جبيهة، هذه مناطق وما معظم مناطق يتوقع عمان ان تتساقط الثلوج. نعم، من المناطق المرتفعه من غرب العاصمه معظم مناطق عمان اللي بنحكيها هي فوق 1000 يعني. هذه المناطق، لكن لا مناطق اخرى مثلا زي نحكي جبل الحسين، المناطق الشمساني. نعم. ما شابه مناطق ما بترتفع فوق 1000 متر. لا انا بقصد عمان الغربيه. نعم تفضل. نعم. تفضل محمد. حصرا تساقط الثلج ظهر الجمعه متركز فوق المناطق العاليه، يعني إذا أنت كنت في شرق العاصمة عمان ممكن يكون في عنا أمطار مخلوطة بالثلوج، ولكن كثلوج صافية متراكمة غالبا ستكون في المناطق العالية والأحياء العالية والمرتفعة من غرب العاصمة عمان. هذا ما هو طبعا متوقع حتى ظهر الجمعة، الثلوج ستكون نوعا ما في تلك المناطق متراكمة مع ساعات العصر والمساء.
نعم. أيضا ممكن أن تمتد بعض الزخات الثلجية وتساقط الثلوج المتقطع إلى ما دون 1000 متر، وبالتالي تشمل هون هذه الثلوج المتقطعة أجزاء أخرى من العاصمة عمان مع ساعات ما بعد ظهر، أو نحكي عصر ومساء يوم الجمعة، نعم، وليلة الجمعة السبت. كملخص، متوقعين تراكمات الثلوج أن تتركز فوق المناطق اللي فوق 1000 متر عن سطح البحر، الأحياء اللي أنا ذكرتها طبعا. الآن تنبيه بأن المناطق الجنوبية الكرك وجبال الشراء، تحديدا لواء المزار الجنوبي، الرشادية، القادسية، نعم، لواء وادي موسى، الطيبة، حتى قرى الغربية من محافظة معان، متوقعين أنها تتعرض لتساقط ثلجي كثيف يوم الجمعة، ومع نعم. تراكمات مرتفعة، وربما هي أكثر المناطق تتعرض أو تأثيرا بتساقط الثلوج في المملكة. أعود وأكرر الملخص الآن ليوم الجمعة، مفهوم. مطر، ثلج على المناطق العالية، غرب عمان راح يكون في عنا ثلج غرب العاصمة عمان يوم الجمعة ظهرا، تراكم محصور في المناطق العالية بشكل واضح، مفهوم. تحت 1000 متر باقي أحياء العاصمة عمان مع ساعات مساء الجمعة في نعم. تراكمات بسيطة خفيفة شاكر... لا تعيق نعم. الحياة العامة. أبو شاكر، تراكمات بمعنى، خلينا نحكي بلغة أبو حرفين، لغة الشعبي تبعنا، يعني نعم. قديش راح يكون سمك هالثلجات؟ يعني ممكن في نحكي الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان سويلح تلعلي 10 سنتيمترات، 10 سنتيمترات، في نفس العاصمة عمان بضع سنتيمترات إذا أصبح في تراكم، في مرتفعات نعم. عجلون حوالي تقريبا 20 سنتيمتر، وحوالي 30 ل40 سنتيمتر في أعالي جبال الشراء في جنوب المملكة، المزار الجنوبي والمناطق الممتدة من في جنوب المملكة اللي هي المرتفعات العالية، الرشادية، القادسية، الطيبة، نعم. الشوبك، هذه المناطق. الخبر المهم انه يبدو فيه يعني اغلاقات، الخبر اللي مش اللي راح يزعج الناس انه ما في عطله لانها راح تكون يوم جمعه، لانه السبت شكرا مرتب حقيقه. الان الاغلاقات ستكون محدوده دكتور حقيقه، نعم. في بشكل عام في العاصمه عمان، عشان يكتملكم اياها نص ثلجي، لانه بالعاده احنا في السنوات الماضيه الثلوج تتساقط على اغلب مناطق العاصمه عمان وتتراكم، الان في هذه الحاله متوقعين الثلج ان يكون ربما متساقط في اجزاء مختلفه من عمان، ولكن التراكم متركز في المناطق العاليه، نعم. من غرب عمان. طبعا الان راح يكون في تراكمات، ولكن توقعات التراكمات اللي ممكن تسبب بعض المشاكل، برجع اكرر المناطق العاليه من غرب العاصمه عمان. هل هناك اي مؤشرات بسبب انه تزامن الكتله القطبيه والثلج مع يوم جمعه عطله ان الحكومه مرتبه الموضوع؟ دمشع تروح لانه برضه عطله راس السنه. والله يا دكتور، هو بالاخر هذه منخفضات جويه بتوصل تقريبا على شكل احنا بنسميها موجات الكره الارضيه، وبالتالي اوقاتها تختلف من سنه الى اخرى، ولكن تصادفا انه معظم المنخفضات القويه تاتي على المملكه خلال حوالي اخر 4 سنوات عن تأتي يوم خميس جمعة أو جمعة يعني. مرتبة. طيب سؤالي الأخير بالصورة العامة أبو الشاكر، الموسم المطري أو الموسم الشتوي هذا اللي احنا فيه راح يكون يميزه الشتاء كثير أو ثلج كثير، أو في صورة عامة ممكن نحكي عنها؟ طبعا احنا الحقيقة في بداية الموسم المطري أصدرنا توقعات بخصوص فصل الشتاء، وتحدثنا بأنه شهر 12 هو شهر جاف وبارد في نفس الوقت، وهذا ما حدث على أرض الواقع. الآن متوقعين شهر 1 تحسن تدريجي في أداء الموسم المطري، حقيقة لأن الأداء الحالي للموسم المطري ليس كما هو معتاد، وهو أقل من المعدل. الآن مع شهر 1 متوقعين أن يكون في تحسن تدريجي لأداء الموسم المطري في المزيد من المنخفضات الجوية، حتى إحنا أعلنا سابقا أنه ربما ترتفع فرصة ونسبة تساقط الثلوج تقريبا يوم او منتصف عفوا شهر 1، نعم. شهر 2 متوقعين مره اخرى ان يكون في عندنا فرصه اخرى لتساقط الثلج مع نهايه الشهر، ولكن الامطار يتوقع ان تزداد في القسم الاخير من فصل الشتاء، لا سيما نهايه شهر 2 وبدايه شهر 3. يعني باختصار، زخم الموسم المطري عكس السنوات الماضيه. بالعكس، السنوات الماضيه كان الموسم المطري كان يعني فصل الشتاء نحسه بكير شهر في بدايته، نعم نعم. هذا العام متوقعين انه الموسم المطري او زخمه يكون مع نهايه او في الجزء الاخير من فصل الشتاء، اللي هو لا سيما في نهايه شهر 2 وشهر 3. نعم. دكتور ذهاب، نعطي مخلص اخير
حول قبل الملخص أبو الشاكر بعد إذنك، الناس بيسألوك الصقيع والانجماد. نعم، حقيقة يلي هذا تأثير الجزء الرطب ومن المنخفض الجوي والكتلة القطبية انخفاض حاد في درجات الحرارة يوم السبت والأحد. الآن تشكل الصقيع والجليد نسميه بشكل أوضح وعلمي متوقع صباح يوم السبت. أيضا يوم السبت التصعيد أن يتزامن هذا الموضوع مع وجود وتشكل للضباب الكثيف المتوقع أن يلف معظم المرتفعات الجبلية صباح يوم السبت. يوم الأحد تبقى الفرصة مهيئة صباحا لبعض أو تشكل الجليد في بعض المرتفعات الجبلية لسيما العالية. نعم. ولكن التأثير للجليد والصقيع حتى الآن واضح أنه سيكون فقط صباح السبت. صباح الأحد والاثنين يكون التأثير الجليد والصقيع محدودا في ساعات الليل ومع عدم تزامن مع ساعات الذروة، وهذا طبعا ما هو واضح حتى الآن. نعم، محمد الشاكر شكرا لك وشكرا لتواصلك، وبدنا نشوفك دائما محمد ان شاء الله. اكيد دكتور، وان شاء الله نسال الله امطار بركه ورحمه يا رب المملكه ان شاء الله. يا رب دائما سقي رحمه باذن الله، وشكرا، ونتمنى موسم طيب خير في بركه وخير الله كثير زي ما بنحكي. شكرا لكم محمد شاكر، ومستمرين هنا في وسط البلد على راديو فن مهاني البدري. كل عام وانتم بألف خير.